في 22 من كانون الثاني اتصل والدي بي في المنزل وقال: أريد أن أراك. ركبت السيارة واتجهت فوراً إلى الحمر، عابراً تلك المنعطفات صعوداً نحو المرتفع المشرف على عمان. كان والدي ينتظر في غرفة الطعام، فدخلت وأغلقت الباب ورائي. أخذني من يدي وقال: أريد أن أعينك ولياً للعهد، فذلك حقك، وأنت أيضاً الأكثر كفاءة، وأنت الذي يستطيع من دون الآخرين جميعاً أن يقود البلاد. جلست في صمت وذهول. قال إن أحد الأسباب التي جعلته يختارني هو أنني دائماً أفكر في الآخرين، وإنه يعرف أن لدي القدرة على قيادة البلاد والحفاظ على وحدة العائلة في هذه الظروف العصيبة. غرورقت عيناي بالدمع إذ أدركت أن والدي يحاول أن يقول لي إنه بات قريباً من النهاية. شعرت بنفحة باردة تجتاحني، وأحسب أنها المرة الأولى التي شعرت فيها بأنني وحيد. لا، بل شعرت بدافع إلى البكاء بين يديه، وبرغبة جامحة في أن أعبر له عما يعنيه لي والداً وملكاً. ولكن كنت مدركاً أنه بطبيعته لا يألف هذه الطريقة في التعبير، وأن أفضل السبل لكي أظهر له حبي وعاطفتي حياله هو أن أركز اهتمامي على التداعيات المترتبة على قراره، وأن أمسك بزمام مسؤوليتي بالجدية المطلوبة والمتوقعة مني. بهذه الكلمات وصف جلالة الملك عبد الله بن الحسين أوامر والده المغفور له الملك الحسين بن طلال بتسليمه ولاية العهد في كتابه فرصتنا الأخيرة. ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع في صفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها في كل قلب من قلوبكم. وعندها سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص لهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام. شيء مثلا عمله بالقوات المسلحة، علمت جلالة الملك الانضباطية، هو يحب الكلام الواضح والصريح ولا يحب الكلام المنمق، يعني لا يحب المديح. يعني لما تجلس مع جلالة الملك بدك تكون واضح وصريح بدون كلام منمق، هاي إحدى صفات طبعا القيادة. طبعا الشجاعة كمان هاي إحدى صفات الزعامي، التواضع، المروءة، الكرم، ترفع عن الصغائر، احترام الصغير قبل الصغير قبل الكبير، العفو عند المقدرة، هاي كلها من صفات جلالة الملك الله يطول عمره. رجل عسكري متمرس من النخبة ورجل سياسة له حضور في المحافل الدولية، يلقى الإصغاء والإعجاب لنصحه من الدول الكبرى، واقتصادي أتقن وضع الاستراتيجيات بحرفية لإخراج بلاده من أزمات ورثها الأردن جراء حرب الخليج إبان تسلمه لولاية العرش. يرتدي بدلته العسكرية صباحاً ليتوجه إلى قواته المسلحة وينصهر بينهم في معسكراتهم أو على ثغور الوطن، ويرتدي ياقته الرسمية عندما يتوجه لمؤسسات بلاده السياسية والإدارية.
وفي جعبته المتداول من ملفات البلاد. ينطلق كالبرق إذا ما استدعت الحاجة لمواجهة أي أزمة تستدعي حضوره سياسياً أو عسكرياً. قد يفاجئك على إشارة مرور، يصطف بجانبك وهو يقود مركبته بالطرقات دون ضجيج أو صخب، وقد تجده أحياناً يصطف خلفك أو أمامك متخفياً لمراقبة الأداء الحكومي. إنه الرجل الذي تلتقي وتتوافق عليه كل الأطياف السياسية والعشائرية الأردنية في جميع أرجاء البلاد، وهو الأب والمبادر والمحفز، سمه ما شئت. إنه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية. في 30 من كانون الثاني من عام 1962، ومن مستشفى فلسطين في العاصمة عمان، زفت البشرى على الأردنيين بإعلان ميلاد الحفيد 41 للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والابن الأكبر من الذكور لجلالة الملك الحسين بن طلال، الذي سماه في اليوم ذاته ولياً لعهده ونذره لخدمة شعبه وأمته. فهي امتداد، جلالة الملك عبد الله أجا يكمل المسيرة كما أنذره جلالة الملك حسين الله يرحمه، يكون أنذره للأردنيين. أيضا الآن نلاحظ إنه الملك عبد الله أنذر سمو الأمير حسين إنه يكون أيضا خادما للشعب الأردني وللأردن. ونلاحظ أيضا بالمسيرة إنه هاي صفات الهاشميين، نلاحظ سمو الأمير الآن بدأ منذ توليه المهام وهو عون لجلالة الملك على الصعيد الداخلي والصعيد الخارجي، وأصبح يشارك في المحافل الدولية، وهاي ميزة بهذا العمر ما شاء الله مش موجود. خلينا نحكي بحسب معرفتنا بالدول المجاورة أو حتى الدول العالمية، في هذا السن أصبح سمو الأمير حسين أطال الله بعمره وعمر جلالة الملك مميزاً بالعطاء والسند لجلالة الملك. كنت أشرف على التدريب، تدريب جلالة الملك كنظلي، وكنت أشرف على علاقاته مع الناس ومع الجنود مع الضباط، وحقيقة أنه كان هو ويعتبر نفسه واحد من الجنود. توصيف جلالة الملك لا تعامله معاملة خاصة، أرجو أن يكون جلالة الأمير عبد الله الملك عبد الله فيما بعد مثله مثل أي جندي، فلذلك نعم عاملناه معاملة أي جندي، وربما زدنا عليه في التدريب شوية، وكان يتحمل، لديه طاقة، حقيقة لديه طاقة، أذكر على سبيل المثال طاقة وشجاعة لأن يؤديها. أذكر ولا زلت ولا يمكن أنسى ذلك المنظر، إنه أول ما قفز عن برج المظلين يعرف إخواني في المظليين يعرفوا هذا الكلام، لابد لا يمكن تتقن الخروج من برج المظلين من أول مرة. لما قفز وأتقنها بنسبة 95% من أول مرة. قلت لك عنده شجاعة وعنده تقدير وعنده طاقة ما شاء الله في ذلك الوقت. لما رجع من البرج ناديته قلت له كيف بتقول لي ما قفزت من بريطانيا؟ أنا كأني أؤمنه، لأنه هذه القفزة اللي قفزها مش معقول يتقنها أي واحد، ولا أنا ولا قد ما دربنا، قد ما شفت مظلين بيقفزوا عنها، بيقفزوا من برج الطائرة، وفي ناس بيرفضوا القفز بالمرة وبيلغي حياته العسكرية من أجل هذه القفزة. فقلت له كيف أنت يعني
بتقول لي ما قفزت في بريطانيا، هذه مش قفزة واحد. قال لي أنا أبدا لم أقفز في بريطانيا ولا مرة، ولا عمري طلعت على هذا البرج أو مثل هذا البرج. فأنا صدقت وعجبت فيه وسجلتها له وحكيتها للمسؤولين. هذه شجاعة وإتقان، وبتذكر أنه القفزة الثانية أتقنها 100%، والقفزة الثالثة إحنا لازم تسوي 5 قفزات صحيحة. الملك أتقنهم أول واحد في المجموعة. عقد الملك عبد الله الثاني قرانه على الملكة رانيا في 1993، ورزق جلالتهما بنجلين، هما سمو الأمير الحسين ولي العهد وسمو الأمير هاشم، وابنتين وهن سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى. دائما الحكومات بالمملكة الأردنية الهاشمية أو خلينا نحكي بالدول مفروض تكون مساندة وما يكون في دور كبير على كاهل جلالة الملك. لكن للأسف أنا بحب أكون دائما إيجابي، لكن اللي بشوفه أنا دائما جلالة الملك هو اللي شايل الحكومات، وهو اللي بيعكس، هو اللي بيطلع، هو اللي بيسافر، هو اللي بيشرح، هو اللي بيعمل كل الشغل. لهذا السبب يعني إحنا الآن جلالة الملك حدث المنظومة السياسية وكلف إنه يكون في تحديث للمنظومة السياسية ويكون عندنا أحزاب، وهاي الأحزاب يخرج من رحمها الحكومات والبرلمانات حتى نخفف عن العبء اللي حامله جلالة الملك وسمو ولي العهد. حرص جلالة الملك على العمل لنشر السلام والوئام بين المسلمين من جهة، وبين المسلمين وأتباع الديانات الأخرى حول العالم من جهة أخرى. رأينا دورا لجلالته في مواجهة تحد كبير، أعني بعد 11 سبتمبر، كان الرائد والأول في مواجهة آثار تلك الحادثة التي غيرت كثيرا في هذا العالم، وكانت نتيجة ذلك هذا الانقسام في العالم، فأصبح هناك الغرب والإسلام، ليتصدى جلالته للدفاع عن صورة الإسلام وتقديم الإسلام إلى العالم كما ينبغي، صورة سمحة، صورة الوسطية والاعتدال. وما أن جاءت 2004 حتى كان عبد الله الثاني يطلق وثيقته رسالة عمان التي كتبها بحبر هاشمي، وكانت رسالة موجهة إلى المسلمين وإلى غير المسلمين. أنا سعيد بأني كنت أول من حمل رسالة عمان خارج الأردن، خارج المملكة، أقدمها مع نموذج. هذا النموذج هو الذي نتحدث عنه، نموذج أردني في الوئام والتعايش والتأخي. تميزت هذه الرسالة بأنها فتحت الباب إلى مبادرات أخرى، فكانت في 2007 وثيقة كتبها علماء المسلمين إلى القيادات المسيحية في هذا العالم تحت عنوان تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ترأس الملك عبد الله الثاني الاتحاد الأردني لكرة القدم من العام 1992 إلى عام 1999. تمكن خلالها المنتخب الأردني من الظفر بذهبية دورة الألعاب العربية عام 1997 في بيروت. ارتفع عدد الأندية والهيئات الشبابية المنتشرة في كل محافظات المملكة إلى حوالي 400 ناد وهيئة شبابية. علاقة الملك بشكل خاص أنا بعتقد أنها مميزة مع الفيصلي والوحدة.
باعتبارهم أكبر الأندية الأردنية وقطبي كرة القدم الأردنية. وبأمانة يعني حتى نكون واضحين وصريحين، كرة القدم الأردنية بدون أي واحد فيهم أعتقد أنه بيكون وضعها صعب. يجب أن تكون المنافسة على المستوى العالي موجودة، ويجب أن تكون هذه الأندية موجودة حتى في نهاية المطاف إحنا كل هذا العمل سيدي اللي كان بدعم جلالة سيدنا في تلك الفترة حتى نصل لمنتخب وطني قوي، وهذه هي الهدف من هذا الموضوع. لذلك سيدنا كان معني في الأندية وكان معني في منتخب وطني قوي. وأذكر تماما يعني بعد ما بال2004 في بطولة آسيا بالصين كان جلالة سيدنا حاضر، وبالتالي دعمه الدائم كان موجود. والشيء الإيجابي تحديدا في هذا الموضوع، لو طلعت أنت على المنتخب الوطني بتلاقي أنت طبعا معظم لاعبي هم من هذول الناديين. لذلك أنا بعتقد أنه الرياضة بشكل عام بشكل خير بخير، وبعتقد أنه سيدنا خلال رئاسته للاتحاد الأردني وخلال متابعته للرياضة بشكل عام كان له دور فعال وإيجابي في النهضة الرياضية اللي بنعيشها. طبعا لجلالة الملك دور كبير في مسيرة الرياضة الأردنية، وكونه كان رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم أيام ما كان أمير، كان هناك يعني بصراحة الطفرة الكروية والرياضة الأردنية على مستوى كرة القدم، وتصنيف عالمي أفضل، نتائج مميزة، قربة من الكرة الأردنية ومن الأندية بشكل مكثف، سماعه وحتى علاقته مع رؤساء الأندية كانت أكثر قربا وأكثر حمية في تلك الفترة. جلالة الملك رياضي من الطراز الأول ويعشق كرة القدم، وتتذكر البطولة اللي صارت باسم المرحوم جلالة الملك حسين الله يرحمه ورقم 99 الذي ما زال خالدا في عقول كل رياضي، وحتى تشجيعه وقربه من اللاعبين الأردنيين كان لها أثر كبير جدا. وهذا يمكن ما بديش احكي نفتقده هاي الايام، لكن في بعد نوعا ما بين ادارات الانديه اليوم والاتحاد الاردني. نتمنى هذا يعني يصير في قرب اكثر وفي اهتمام اكثر في كره القدم الاردنيه، وممكن هاي دعوه من رئيس نادي محب لكره القدم وبيحب يشوف بلده. تكريم الابطال طبعا له دور مهم، ما في بطل اردني حقق اي بطوله سواء كان في التايكوندو في كل الرياضات المختلفه في كره القدم الا كان جلاله الملك داعم وقريب و يكرم الأبطال ويشجعهم ويحثهم على المزيد من الإنجازات. أنا بشوفها دائما هاي لفتة كبيرة ومهمة في حياة أي لاعب. حتى أنا دائما بحكي أي مباراة كرة قدم ممكن تكون الفريق لو كان يعني أقل مستوى أو فنيا أو تكتيكيا، وجود جلالة الملك أو حضوره أو وجود سمو الأمير أحيانا تعطيه بسموها بوستينج، تعطيك دفعة كبيرة للفريق وتحسهم زي كأنه اختلف الفريق في الشوط الثاني بمجرد تشجيع أو حتى تحية اللاعب لما يسجل هدف. أكيد دوره كثير مهم في هذا الاتجاه. أولى جلالة الملك الدعم الكبير الذي قدمه لمنتخب الكرة في الدورة العربية التاسعة، دورة الحسين التي أقيمت في عمان عام 1999، حيث حرص جلالته على التواجد في مدرجات استاد عمان لتشجيع المنتخب الوطني في تلك البطولة مرتدياً قميص المنتخب، مما ساهم في إحراز اللقب في مشهد كان حديث الأردنيين والعرب وإعجابهم. ممكن في ناس بتوقعوا ميول جلالة الملك مع نادي، لكن الذكاء والحنكة انك هاي الامور انت يعني انت قائد لكل الاندية الاردنية ورمز لكل الاندية الاردنية، صعب جدا جلالة الملك يبين ميوله لنادي على حساب نادي اخر. طبعا كل نادي يفتخر انه لا جلالة الملك بشجع النادي الوحدات او بشجع النادي الفيصلي اكثر، لكن انا بتوقع انه عدم اظهار هذا الميول في صالح كرة القدم الاردنية. أكيد في داخلياً بكون حابب فريق على حساب فريق آخر، لكن أنا بحكي اليوم عدم إظهار الميول تصب في مصلحة الكرة الأردنية، لأنه صمام الأمان الوحيد لنا هو بقاء هذا النظام. لذلك سيدي مثل ما قلت لك قبل قليل، ترى سيدي أنت تحكم الناس بالعدل ومن ثم بالتسامح ومن ثم بالتعاطف معهم ومن ثم بتقديم كل مساعدة ممكن. أعتقد أنه لو بتتابع أنت العلاقة بتربط سيدنا مع كل مصاب في البلد أو مع مريض أو مع إنسان بحاجة بمر في المشكلة، بتلاقي هو أو ولي العهد أو جلالة الملك دائما السباقين لحل مشكلة المواطن أو المواطنين أينما موجود. لذلك سيدي أنا بعطيك كلام
أنا أعتقد شخصياً في نضال الحديد أنه متفق عليه من جميع الأردنيين، هذا النظام لا يوجد نظام بديل له على الإطلاق، وإحنا سنقاتل عنده إلى آخر قطرة دم. أصدر المغفور له الحسين بن طلال الإرادة الملكية السامية بتعيين الأمير عبد الله بن الحسين ولياً للعهد في 24 من كانون الثاني عام 1999. بعد الإعلان عن وفاة المغفور له الملك الحسين، ظهر الملك عبد الله في جلسة طارئة لمجلس الأمة الأردني، حيث دخل شقيقا الحسين سمو الأمير الحسن والمغفور له الأمير محمد قبل دخول الملك للمجلس وأداء القسم الذي أقسمه والده قبل 50 عام. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. وعندما اعتلى العرش ملكا رابعا للأردن، شكك بعض المراقبين وبعض رواد الصالونات السياسية في قدرته على إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب إرث حرب الخليج عام 1990. تعد الانتخابات البرلمانية عام 2003 أول انتخابات برلمانية في ظل حكم الملك عبد الله. كان المئوية الثانية أول قرار حكيم من جلالة الملك أنه شكل لجنة ملكية، ولأول مرة تكون لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية، وترأسها دولة سمير رفاعي وهو من عائلة سياسية مخضرمة. أيضا فيها جميع أطياف السياسة في الأردن، فيها اليسار واليمين والوسط وكل الأطياف، وطلعوا بخلاصة رفعوها للحكومة، والحكومة بدورها حولتها لقوانين، عدلنا الدستور وقررنا قانون الانتخاب والأحزاب كبرلمان، ومن ثم ذهب إلى الأعيان، ومن ثم صادق على جلالة الملك. وبرأيي كان هذا العمل، إحنا كبرلمانيين البرلمان 19 راح يظل يتذكرنا كل الأردنيين إن أقرينا هاي القوانين الإصلاحية الرئيسية في تحديث المنظومة السياسية بالأردن. أصبح تمكين الأحزاب، وهذا لأول مرة، تمكين المرأة وتمكين الشباب، هذا العمل السياسي لم يكن يواجه أي انتقاد، لا بالعكس كان له ترحيب كبير على الساحة الأردنية وخصوصا السياسية. أصبح جميع الأحزاب سواء أحزاب موالاة أو معارضة هم شركاء بالنظام السياسي في الأردن. ووجه جلالته لتوفير المناخ المناسب بما يكفل تحقيق التنمية بوجوهها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، لتزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكنهم من المساهمة في تطوير بلدهم ولتأمين مستوى معيشي أفضل لهم. واستناداً إلى هذه الرؤية الواضحة، أطلق جلالته سلسلة من الخطط والبرامج لبناء مجتمع مدني عصري تسوده روح العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان. رسخ جلالة الملك رؤيته الواضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن من خلال سلسلة من الأوراق النقاشية سعى من خلالها لتحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن بهدف بناء وتحفيز التوافق وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح في المملكة. كم رسالة نقاشية الملك؟ 7-8-9؟ هل نوكش منها تحت وعقدوا جلسات وشاركوا الناس فيها؟ ما في. هل ركز الإعلام الرسمي على هذه المفاهيم وكذا وكذا؟ يعني ما قديش بالله عليك بطلع بقول أنا بطلع توجيه الحكومة أن تعمل كذا وكذا، بعدين بطلع بعطيها مهلة لفترة من الفترات وهذا وجه الضيف. يعني هل مهمة الملك على سبيل المثال أن تدير مرافق الدولة؟ صار الملك بكل صغيرة وكبيرة يدخلوا أنت يا حكومة، شو قاعدة بتساوي؟ خلافات وزارة الخارجية ليش ما تكون نشيطة وغيرها؟ يعني هل يجوز يعني إنه الملك يصير يدخل بكل الجانب الاستثماري والجانب الأمني وأنتوا شو وظيفتكم؟ ومصيبتنا بعض المسؤولين يقول لك جهات عليا، والملك حسين الله يرحمه قال كنت أتمنى إنه واحد يطلع مسؤول آخر حياته، كان يقول كنت أتمنى أن يطلع مسؤول ويقول أنا عملت وأنا اتخذت القرار اللي بتوجيهات الملك. يعني لو صار واحد مسرق
نشير قبصير بالتوجيهات. طب الملك وانت وشو قاعد بتسوي؟ هلأ احنا نتمنى بتحديث المنظومة السياسية وبقانون الانتخاب الجديد انه احنا جميعنا نشارك بالاحزاب، ندعم هاي الاحزاب اللي نقدر يكون ممثلة للشعب كامل، للشعب الاردني كامل، للعشرة مليون او 12 مليون، اللي حتى يخرج منها برلمانات قوية وحكومات قوية، ونقدر ننهض في الدولة الأردنية كما أرادها جلالة الملك. وضع الملك عبد الله بيت المقدس ودرته المسجد الأقصى المبارك وما يشتمل عليه من معالم إسلامية في طليعة اهتماماته. في آذار من عام 2013 جاءت الاتفاقية التاريخية التي وقعها جلالة الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس لحماية المسجد الأقصى المبارك، تأكيداً على تلك العناية والرعاية الهاشمية المتواصلة، وتجسيداً للعهدة العمرية التي حملها الهاشميون عبر التاريخ لحماية المقدسات في القدس ورعايتها والدفاع عنها في وجه المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس وطمس معالمها الحضارية والدينية العربية الإسلامية والمسيحية. وينطلق الموقف الأردني الثابت من أن القدس الشرقية أرض محتلة، السيادة فيها للفلسطينيين، والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، وضرورة الحفاظ على هذه الوصاية تأتي من منطلق إيماني ديني إنساني سياسي وطني عروبي إسلامي ومسيحي. التصدي لهذا الواجب يقتضي منا ومن كل أصحاب الإرادات الطيبة والصالحة ومن قبل ومن بعد، من إخوتنا العرب وإخوتنا المسلمين كما من المسيحيين، أن يحافظوا على أهمية الدور الذي تحققه الوصايا الهاشمية الكريمة، لأنها تحفظ هذا الواقع الذي فيه لكل ذي حق حق في أن يدخل إلى المواقع والأماكن المقدسة. لوحده قاعد يصارع، وأنه الباقيين متخلين عن الموضوع، فهو يشعر بالخطر، الخطر الداهم لتنفيذها، لأنه يعرف أنه في مخطط رهيب، والمخطط رأس المخطط اللي هي القدس. وإذا كلنا نسمع بالأخبار ونسمع نحلل الموضوع، كل ما يقال ترى بالنهاية القدس هو المحور. العدو الصهيوني لن يفرط بالقدس بالساهل، ولن يفرط في مفاوضات عادية، إلا في يعني بده حزم. فجلالة الملك يشعر بالخطر لأنه هو لوحده في هذه المعركة. رفض الملك نقل السفارة الأمريكية للقدس والأنباء التي تم تداولها حول صفقة القرن فيما عرف بلاءات الملك الثلاث التي أعلنها في زيارة له لمدينة الزرقاء. كلا على القدس، كلا على وطن بديل، كلا على التوطين. رفض الملك ما جاء في إعلان صفقة القرن بين دونالد ترامب ونتنياهو قائلا: موقفنا معروف جدا، كلا واضح جدا للجميع. وقد أيدت الفعاليات الشعبية والأحزاب في الأردن موقف الملك من خلال المظاهرات والمسيرات منذ بداية الإعلان عن فكرة ما سمي بصفقة القرن. أنا أجد وأسمع وأنت كمان أنه الوحيد اللي متروك بالساحة يواجه هذه التحديات وواجه صفقة القرن هو جلالة الملك لوحده. كل الدول العربية تخلت عن القضية الفلسطينية، بالعكس يجوز أصبحت هي مساندة للطرف الآخر في عملية فرض صفقة القرن، بينما هو جلالة الملك
لوحده وضمن الإمكانيات المحدودة بين إيديه هو موجود الآن، وهذه شهادة يشهد له القاصي والداني. والآن الوحيد في العالم أنا أحكي اللي يحكي عن قضية القضية الفلسطينية ويحكي عن صفقة القرن وعن تأثيراتها في المحافل الدولية، وهو الأقدر على إيصال هذه الرسالة النبيلة حقيقة. هذا الكلام وهذه التحديات اللي هي تحديات صفقة القرن وبرنامج اليمين المتطرف اللي الآن يقود نتنياهو، ومثل ما حكيت أنت الحقد الشخصي على جلالة الملك ما جاء من فراغ. جلالة الملك ما في بينه وبين زعيم أي زعيم أنه والله شغلة شخصية، لكن هي النتيجة أنه صلابة الموقف جلالة الملك في وجه هذا المخطط هي اللي تفرض، يعني خليني أحكي تجعل نتنياهو واليمين المتطرف يحقد على جلالة الملك. هذا الكلام يفرض علينا كأردنيين أن نعيد ترتيب بيتنا الأردن، أن نلتف حول جلالة الملك، رجالات الأردن كلهم، لن نترك جلالة الملك ولا نترك جلالة الملك بمواجهة يعني كما تركوه العرب. احنا وياه في مركب واحد. دور كبير جدا ازعجهم انه يقول في خطوط حمراء. ليش خطوط حمراء؟ لانه الخطاب كان سينعكس على المواطن وسينعكس علينا ويكون لنا موقف، ومش بس خطاب، وبالمحافل الدوليه الملك سقف عالي فيها، وما في قضيه تذكر، ما في قضيه تحصل الا الملك يتصدى لها ويخضع للتصفيق الحاد موقوفا. وهذه دلالة على انه الخطاب يوصل، يعني الشيء تعجز عنه الحكومة او الحكومات المتتالية، بيغطي الملك في المحافل الدولية وله اصدقاء في حتى الجانب الاستثماري قاعد بيغطوه في هذا الجانب. فالحقيقة الخطاب، ولذلك اجى الرد بما يسمى بالولاية على المقدسات، انه انا هاي قالوا في خطاب خط أحمر، هي الخط الأحمر بنفسه. وجهت انتقادات للملك عبد الله خلال سنوات حكمه الأولى بسبب تركيزه على الإصلاح الاقتصادي على حساب الإصلاح السياسي. على إثرها تجاوب الملك وأوعز بتشكيل لجنة لصياغة مخطط للإصلاح السياسي في البلاد للعقد المقبل، عرفت باسم الأجندة الوطنية. الأداء خليني أقول الأردني الشعبي والرسمي كان بمستوى المسؤولية، لذلك حافظ الأردن على أمنه وعلى استقراره وحافظ على مسيرته إلى الآن. وإحنا نشوف أنه بين كل فترة وفترة تخرج مظاهرات ترفع السقوف في عمليات المطالبة وفي عمليات الحديث، لكن ما نجد مقابلها خلي أقول الصد أو التجبر بالسلطة مثل ما الناس تحكي. فكان في نوع من الرحمة من قبل القيادة، وكان فيه مبدأ أقول الحزم المدروس من قبل الأجهزة الأمنية والرسمية. وأيضا المواطن يعني يصل لحد معين وبعدين يتراجع، مثل ما حكيت لك أنه خوفا على البلد وخوفا على مصلحة البلد. عندما توج الملك عبد الله شرع الأردن في برنامج تحرير اقتصادي قوي في محاولة لتحفيز الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة. وقع الملك عبد الله على إنشاء اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وبموجبها ارتفعت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة من 63 مليون دولار في عام 2000 إلى أكثر من 1.4 مليار دولار. في عهد جلالته وقع الأردن اتفاقيات تجارة حرة مع 16 دولة عربية واتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، مما أرسى أساساً صلباً للاندماج في الاقتصاد. هناك تحديات كبيرة على جلالة الملك، وهو يحمل الهم الوطني. جلالة الملك هو اللي يحمل الهم الوطني. فيعني الوضع الاقتصادي سيء، لكن إذا ما قررنا إحنا وضعنا بما يجري في دول شقيقة أخرى، يعني لا في كهرباء ولا في سولر ولا في مي ولا في، والوضع يعني من أسوأ ما يمكن. احنا ما بقول انه الدنيا قبل ربيع، هناك بطالة 25%، هناك فقر، هناك، لكن وضعنا لسه أفضل بكثير من دول أخرى. بسبب الضغوط المالية على الحكومة
رفع مجلس الوزراء في عهد حكومة هاني الملقي مشروع قانون يقضي بتعديل قانون ضريبة الدخل، أحدث ذلك القرار تأثيراً واسعاً على الطبقتين الوسطى والفقيرة، مما أدى لمظاهرات في الشارع قادتها الفعاليات المختلفة على رأسها النقابات المهنية. وصلت المظاهرات لمحيط رئاسة الوزراء وكذلك سلمية المتظاهرين في وقت كان فيه مراقبون أن الأردن دخل بموجة من العنف والحرب الأهلية. استجاب الملك للمظاهرات من خلال قبول استقالة هاني الملقي وتعيين عمر الرزاز لتشكيل حكومة جديدة قدمت القانون بصورة معدلة. أعتقد جازماً أنه جلالة الملك يعني خليني أقول واعي لما يدور الآن ويستجيب للإرادة الشعبية، والاستجابة للإرادة الشعبية هي منتهى الديمقراطية، وأعتقد أنه استجاب في أمور كثيرة. يعني أنا أذكر في بدايات الربيع العربي كنا نطلع بالشارع نطلب بدنا تعديلات دستورية، بدنا تعديل قانون الانتخابات، شكل لجان، لجنة للدستور ولجنة لتعديل الدستور ولجنة الاقتصادية ولجنة للانتخابات. فهذه الاستجابة هي تسجل للملك وليس ضد الملك. هناك للأسف بعض من المسؤولين، أو خليني أقول الملكيين أكثر من الملك، أو من يدعون الولاء الزايد، يقول لك لا هذا إذا الملك تجاوب هذا لو يتأيد لجلالة الملك. هذا حكي لا غير صحيح. الملك لما يتجاوب الإرادة الشعبية هي منتهى الديمقراطية، وأعتقد أنه الملك في أكثر من موقف استجاب للإرادة الشعبية. محامي أنا هون في أمريكا، بلاحظ اهتمام الأمريكان وملاحظاتهم حتى إلي، بيسألوني لما بيعرفوا أنه أنا أردني بيقولوا لي ما شاء الله عندكم ملك بيقدر يحكم الدول العظمى. يعني مكانة المكانة والحديث لما جلالة الملك بيحضر المحافل في الكونغرس الأمريكي والكونغرس الأمريكي بيحكي أنه معجب بجلالة الملك باتزانه بالصفات وبالحديث، حتى لما يعكس صورة الإسلام الحقيقية. بيسألونا الكونغرس، يعني أعضاء الكونغرس والسيناتورز في أمريكا، ما كنا نعرف هاي المعلومات عن الإسلام. مهد نجاح الثورات التي اندلعت في دول الجوار إلى خروج المعارضة والأحزاب السياسية واليساريين وكبار ضباط الجيش المتقاعدين في كافة أنحاء البلاد. كانت الاحتجاجات مدفوعة بشكاوى حول الوضع الاقتصادي. تجاوب جلالة الملك مع الاضطرابات بحكمة وقبل استقالة حكومة سمير الرفاعي، رغم أن قلة قليلة التي دعت لإنهاء الملكية، وأن معظم غضب المتظاهرين كان موجهاً للحكومة. كانت الملكية الأردنية أول نظام عربي يقدم تنازلات سياسية خلال الربيع العربي، ولم يحدث أن تدخلت القوة العسكرية في إذلال أي مواطن أردني، كما أنه يسجل فعلاً للأردن بأنه لم يستخدم القوة العسكرية والقتل وحتى السجن، رغم أنه في بعض المعتقلين لأنهم أخطأوا وفق القانون، معلش. لكن لو عدنا لجلالة الملك، جلالة الملك إذا بتتذكر لما وصلت مراحل خطرة أيام ما يسمى بالربيع العربي والحراك، اعتقد وخاصة بعض الجماعات من الحراك اعتقدوا أنهم نجحوا وسيطروا على الوضع تماما. الملك قال له ما هي المطالب؟ بدها ملكية دستورية. أعلن الملك، وهذه دليل سياسي، أعلن الملك موافقته وقال لهم أنه إذا هذا بيساعدني، بالعكس مش ضدي، هذا بيساعدني أنه أنتم تساعدوا في اتخاذ القرار. موضوع الإرهاب وموضوع كذا وموضوع الأردن كاستهداف، الحمد لله احنا شفت اقول لك في ما يميزنا ان نظامنا الاردني غير دموي، وعبر التاريخ حتى المعارضين ومن حكم عليهم الاعدام يعني عادوا لمواقع المسؤوليه، اللي مدير مخابرات واللي فلان وفلان وفلان واللي وزير خارجيه واللي كذا وكذا. هذه الامور وتقديم الاستشاره والنصح مهم جدا. الاجهزه الامنيه عليها ان لا خلي مصلحه وطن استخباري صحيح. هذا أنا بحكي
بردة فعل الغرب عن الإسلام. فإحنا الحمد لله رب العالمين ما استطاع إنسان عربي مسلم لنقل الصورة الحقيقية عن الإسلام زي جلالة الملك عبد الله الله يطول عمره وجلالة الملكة رانيا. أكيد الوقت ضيق ما بقدر أشرح كثير، أعطي جلالة الملك والعائلة الهاشمية الحق الكافي للدور اللي بقوموا فيه. حتى جلالة الملكة رانيا الغرب كله لما بتطلع بيعملوا معها مقابلات، أذكر مقابلة لفتت نظر كل الغرب لما أوبرا عملت معها مقابلة وسألتها أسئلة كانت الأجوبة كثير في عمق في الإجابة. سألتها سؤال: أنت مسلمة؟ قالت الحمد لله. بتصلي؟ حكت الخمس أوقات. طب ليش مش لابسة على راسك؟ حكت لها المهم اللي بالراس مش اللي على الراس. محطات عصيبة خيمت بظلالها على الأردن منذ أن تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية بحكم تطور الأحداث في الإقليم والحروب الأهلية التي دارت أحداثها في دول الجوار وتبعيات حرب الخليج. راهن المراقبون بين مشكك ومؤيد على قدرة الأردن بتجاوز هذه الأزمات، لكن الأردن في كل مرة كان يجتاز كل أزمة بإرادة وهمة المنتصر بفضل شعب مؤمن بعدالة قضاياه، متجانساً بكل أطيافه، متمسكاً بوحدته، يلتف حول قيادته وجيشه إذا ما خيمت الأزمات، وقائد حكيم منصهر بين جيشه وشعبه تجده حاضراً في المحافل العالمية، وفي الأردن فارساً نبيلاً نراه رجلاً بجيش. فبسم الله وعلى بركة الله نفتتح الدورة الأولى لمجلس الأمة 17 الذي نريده محطةً على طريق التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل الذي كان نهجنا منذ اليوم الأول لتحملنا أمانة المسؤولية الدستورية. وقد عملنا وسنواصل العمل بعزم لا يلين. سلام جلالة الملك العظيم.